اول يوم في التمرين يا كابتن اسامه. الاول بتتكلم برضه هرجع اقول لك تاني بتتكلم بحب طبعا يعني نابع من القلب عن النادي الاهلي. بص يا كابتن اسامه انا ما رحتش اي حته غير النادي الاهلي يعني انا وانا صغير ما لعبتش مثلا في مركز شباب ما لعبتش في هو كان اول حاجه ليك هو كان كنت بلعب في الشارع جيت النادي الاهلي فانا اتربيت على سيستم معين يعني اتربيت ان انا ابقى كبير وبتدين بالفضل حتى تألقك في الانديه بعد كده في طبعًا. الاحتراف او انبي او حرس الحدود او حتى اسوان حتى كابتن اسامه لما بعمل اجتماعات لما كنت في النادي الاهلي في انبي وحرس واسوان باجي اعمل اجتماع وبنتكلم مع اللعيبه مع بعض كده وبتاع واجي في اقول لهم يا جماعه وانا احنا واحنا صغيرين او النادي الاهلي الفرق بين النادي الاهلي واي فرقه في مصر اللي هو التيشيرت الاحمر اللي هو لازم تبقى نازل مصدق نفسك انت عايز تكسب مفيش حاجه اسمها خساره مفيش حاجه اسمها تعادل لو احنا تعادلنا في الناشئين يا اسامه انت اكيد عارف يعني هتبقى مصيبه ما بتنامش او خسرت دي تبقى مصيبه يعني فاكر معسكر الاعداد لما كنا في المانيا طبعا كنا على الخط والكابتن ثابت ناداك طبعا كل شويه لما بترفع الشرطه طبعا الحركه المعتاده طبعا طبعا ناداني في المانيا قال لي يا ابني انت كل شويه بترفع الشورت قلت له يا كابتن ثابت انا ما بعرفش العب غير بكده يا كابتن ثابت ما تركيزي بيقل فقعد يضحك ساعتها قال لي طب خلاص ماشي ركز وبتاع انا كابتن ثابت الله يرحمه من الناس اللي انا بحبها وكنت تعلمت مبسوط كابتن ثابت كنت مبسوط هو بيحبني يعني دايما كابتن ثابت لما كان بيتكلم معايا والله يا كابتن اسامه كان يقول لي انت ولد راجل انت ولد راجل اعتمد عليك يعني انت ولد يعني ولد طالع راجل انت اعتمد عليك في الفريق الاول وكنت دايما ابقى مبسوط هو كان بيكلمني ودايما كان يقعد يحفزني يعني فمن الناس اللي انا بحبها جدا ومن الناس اللي انا اتعلمت فيها حاجات كتير قوي بجد يعني.